طيب اذا نكتب المعادله الاتش هاي المعادله اللي صارت عندي هلا من هون، هلا بدنا ناخذ نطلع على درجه الحراره مضروبه بالسبيسيفيك هيت تبعت هاي الماده، بدها تساوي الحراره اللي هي موجوده فيها. هذا على فكره بيشبه بالتانك، بيشبه ارتفاع المي بالتانك مضروب في الاريا تبعت القاعده بيساوي الفوليوم تبع المي اللي موجوده بالتانك. متذكرين هذا المثال تبع التانك؟ وهذا بيشبه الكاباسيتر. الكاباسيتر ايش بيعتمد الفولتج اللي على الكاباسيتر؟ بيعتمد على الكاباسيتنس تبعته سي، وبيعتمد على تشارج اللي موجوده عليه، مش هيك؟ اذا حطيت تشارج، في كل ما حطيت تشارج اكثر في هذا الكاباسيتر شو بصير بالفولتج تبعه؟ بيرتفع اكثر. بس اذا عندي كاباسيتر له كاباسيتنس عاليه وكاباسيتر الثاني له كاباسيتنس واطي، اذا حطيت نفس التشارج في الاثنين مين بترتفع الفولتج تبعه اكثر؟ الاصغر. افرض عندي تانكين، هاي تانك له مساحه قاعده صغيره وتانك ثاني له مساحه قاعده كبيره. لو جبت 10 متر مكعب من المي وحطيت 10 متر مكعب هون و10 متر مكعب هون، مين بيرتفع المي فيه اكثر؟ الاصغر، مش هيك؟ والكاباسيتر نفس الشيء، لو جيت على كاباسيتر له كاباسيتنس منخفضه وكاباسيتر له كاباسيتنس مرتفعه، هذه سي لو وهذه سي هاي، حطيت نفس الشحنه هون، مين الفولتج تبعه بيرتفع اكثر؟ واضح؟ ماشي، فاهمين الهذا؟ نفس الشيء لو جيت على غرفه لها سبيسيفيك هيت اقل وحطيت فيها نفس كميه الحراره ترتفع درجه حرارتها، اللي اقل اللي لها سبيسيفيك هيت اقل ترتفع درجه حرارتها اكثر منها. هلا كمان ضل عندنا جزء في ناقص، ايش الجزء الناقص؟ بدنا نشوف كيف انتقال الحراره من هون، مضبوط؟ الحراره من هون بتنتقل، ايش اللي بيعيق انتقالها؟ الانسوليشن، مضبوط؟ والانسوليشن هاي اللي هي زي ثيرمال ريزيستنس، راح ار تي اتش. انتقال الحراره عبر السطح على ايش بيعتمد؟ يزيد انتقال الحراره عبر السطح لما ايش يزيد عندي؟ لما تقل المقاومة، تمام؟ يعني قل العازل، فبدال ما احط عازل سميك حطيت عازل رفيع. ايش اللي بخلي كمان الحرارة تنتقل او كمية الطاقة الجولز بير سكند تزيد من هون لهون؟ الفرق بين درجة الحرارة. هذا ايش بيشبه اي قانون؟ بيشبه قانون اوم بنفس الطريقة. اذا عندي مقاومة كهربائية وعندي في اوف تي هون بلس وماينس، ايش اللي بخلي اي انها تزيد من هون؟ يا بنزل الريزيستنس يا برفع الفولتج. ديفرنس ايش بيشبه هون؟ الفرق في درجة الحرارة، اوكي؟ خلاص انا